وصلنا إلى مديرية العبدية التابعة لمحافظة مأرب الواقعة على حدود البيضاء، وكان مبتغانا ديار الشهيد القائد عبد الرب الشدادي، وفي شعابها ومزارعها شعرنا بحنين الشجر والحجر إلى فتاها وقائدها العنيد. التقينا بأصدقاء طفولته ورفاق سلاحه، فهنا تعلم القراءة والكتابة في منتصف سبعينيات القرن الماضي. يعني أبناء هذه المنطقة يعني كغيرهم من يدرسوا في ما يسمى بالكتاب أو المعلامة، وكان هذا المكان هو أحد المعلامات في ناحية العبدية، وكان الشهيد القائد البطل عبد الرب الشدادي هو من التلاميذ الذين درسوا في هذا المكان على يد عمه شقيق والده المرحوم محمد أحمد الشدادي، وكنت أحد زملائه. مررنا بدار شقيقته والتي لقبت بخنساء العبدية، فهي أخت لشهيدين وهي أم لشهيدين وعمة ثلاثة شهداء وجدة شهيد. الحمد لله والشكر، وكنا مقدمينهم في خدمة الوطن، وكنا متفاجئين باستشهادهم، والحمد لله نتحمد الله على ما الله هدى، ونقدم فلذات أكبادنا لعز الوطن وصيانته. وفي طريقنا التقينا بنجل الشهيد القائد، وهو أيضا يقود المواجهات في جبهة العبدية. كانت هناك يعني فاجعة وصدمة كبيرة، لكن بقدرها أنزل الله الصبر والحمد لله والثبات. نحن الآن في بيت من بيوت الثورة وفي حصن من حصون الجمهورية. نحن أنا أمام منزل الشهيد القائد عبد رب الشدادي، وهو أيضا أخو الشهيد القائد سالم الشدادي. هذا البيت هو، إذا تتحرك الكاميرا إلى البيت، وهو أيقونة ورمزا لوطنيته ولنضاله. كان يحلم نفسه من أشياء كثيرة، من ضمنها بناء بيت. كنا يعني نلح عليه ابن بيت، فكان يقول قريب إن شاء الله في المستقبل. لكنه توفي رحمه الله ولم يملك من هذه البيوت كلها إلا غرفة واحدة، رحمه الله وتقبله. شكرا لك. إذا مشاهدين الكرام، ثمن النقاء وثمن الوطنية وثمن العزة هو أن يموت الشهيد القائد عبد رب الشدادي ولم يكن يمتلك سوى غرفة واحدة في قريته هنا في مديرية العبدية. عبد الإله البوري، سهيل.